السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأرنب من الألف إلى الياء. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في الماعز، هو واخد ضجة في مصر، وأنا حابب أوضح المقلب ده أو حابب أوضح الغش اللي بيحصل. لازم أي واحد داخل في تهجين الماعز في مصر، طبعا الكلام ده أنا من واقع أنا عايشه هنا في مصر، أي واحد خارج مصر يقيس عليه اللي برا على حسب السلالة اللي عطينا حق أكتر من حقها، عطينا صيت أكتر من حقها. هنتكلم النهاردة عن التهجين، وبالأخص تهجين الماعز البور، بالأخص مقلب أو خزوء الماعز البور اللي طلع لنا في مصر. أول حاجة لازم تعرف إن أنا الأول قبل ما أبدأ بالفيديو بتكلم بخص بكلامي كل واحد عاوز يعمل مشروع ياكل من وراء عيش، ما بذكرش الغواء. اي واحد غاوي، عندنا مثل المصري بيقول الغاوي ينقط بطاقيته، وفي مثل تاني اللي معاه بارود يضرب على بالفصاد. الغاوي ممكن يشتري معزة ب100,000 ما تفرقش معاه، معاه فلوس وهو حابب يشتري المعزة دي تفرقش معاه. الغاوي ممكن يشتري جوز حمام ب20,000، زي ما في جوز حمام بيتباع عند بتاع الفراخ للاكل، جوز حمام ب50 جنيه، ده غاوي ما تلوموش، معاه فلوس زياده وحابب يشتري. كلامي في النهارده مش مخصص للغواء، مخصص للناس اللي عاوزه تعمل مشروع تاكل منه عيش، بالاخص المصريين، لان بيحصل غش وما زال بيحصل غش كتير، وكل يوم بتجيني اتصالات ياما من ناس انضحك عليها في موال الماعز البور. فانا كلامنا النهارده مش موجه للغواة، موجه لاصحاب الناس اللي عاوزه تعمل مشروع تاكل من وراه عيش. مش بزم في الماعز البور بذاتها، الماعز البور ما شاء الله معدل تحويل ممتاز وتوأمية كويسه، مفيش فيها كلام، ولكن انا بزم أسعاره الفلكية عندنا في مصر، بينباع بأسعار فلكية. فلازم تفهم معايا الفيديو ده كويس، أي واحد في مصر عاوز يدخل على الماعز البور اسمع الفيديو ده كويس. أنا عاوز أي حد ينزله على الفيسبوك، أنا طبعا عندي حساب على الفيسبوك، بس أنا عارف إن كلامي مش هيعجب ناس كتير، وللأسف ناس يعرفوني، بس والله دي كلمة حق بقولها، دي كلمة حق لازم تتقال، لأن لقيت الموضوع زاد زيادة عن اللزوم. الماعز البور أخذت صيت زيادة عن اللزوم، أسعار فلكية. لازم تعرف أول حاجة التهجين، قبل ما تهجين، إيه هو التهجين والغرض من التهجين؟ التهجين هو عبارة عن خلط سلالتين ما بين سلالتين لإنتاج سلالة محسنة، سلالة فيها صفات جديدة محسنة. زي إيه الصفات المحسنة؟ الصفات اللي إحنا عاوزين نحسنها، زي مثلا إنتاجية اللبن، زيادة في إنتاجية اللبن، زي زيادة في إنتاجية اللحم، معدل تحويل عالي، زي زيادة عدد التوأمية، التوائم، عدد التوائم في الولدة بيكون كبير، اللي هي نسبة عدد التوائم يعني، زائد رفع المناعة، زيادة في المناعة، بيزيد يا تقوية المناعة، يعني بينتج سلالة مناعتها قوية. طيب احنا كمصر بندوره أساسي على كأي كدول فقيرة يعني عموما بندوره على انتاجية اللحم، والله دول فقيرة ودول غنية بتدور على انتاجية اللحم أهم حاجة. فانتاجية اللحم شاملة في التوائم وشاملة في زيادة معدل التحويل، فإحنا عاوزين سلالة معدل تحويلها عالي. البور معدل تحويله عالي، تمام، مفيش مشكلة، البور الأصلي معدل تحويله عالي، ومش كل البور الأصلي برضك والله، يعني ممكن أجيب لك معيز برقي والله، برقي من المعيز عندنا معدل تحويلها زي المعز البور وأحسن. المهم في رعايتك، المهم في الرعاية بتاعتك. انت دلوقتي كشخص داخل تعمل مشروع ماعز بور، اتفرجت طبعا للأسف الماعز البور مش متوفر غير على مواقع الانترنت فقط لا غير، مش منتشر في السوق. لو نزل السوق هتنصدم بالواقع المرير بتاعه وهتفهم قصته. السوق هو المحكمة، هو اللي بتحدد فيه كل الأسعار، لا أنا ولا أنت نحدد السعر في محكمة. أنا نازل بسلعة السوق متوقع انها تجيب 5,000 جنيه، اروح السوق ما جابتش اكتر من 2,000 3,000، السوق حكم،
مش انا اللي بحكم ولا انت اللي بتحكم. في 100 واحد بيقف على السلعه وبيديك سعر، بده بيدي سعر، ده بسعر، بتروح اعلى سعر. انا كنت في بالي والله تجيب 5000، ما جابتش غير 3 ولا 2 ونص ولا. فالسوق هو المحكمه. اما النت فللاسف انا عن نفسي ببيع على النت، بقول لك بس الا من رحم ربي الحمد لله، كل واحد عنده زباينه. بس ايه، في نفس الوقت ما بشكرش في نفسي، لا نظامي والناس اللي بتيجي تشتري عارفه نظامي في البيع وعارفين الحمد لله كل حاجه قدامك على عينك يا تاجر بالمصري. المهم الباع على النت 99% منهم حراميه، 99% منهم حراميه. تعال على الخاص وتعالى نتفقوا وتعالى نتفهموا، ويقول لك حاجات وحاجات مش موجوده، ده عمره صغير، ده عمره 5 شهور 6 شهور ووزنه ما شاء الله 40 كيلو وتروح تاخده تبص تلاقي الجدي ما عادش عندك شعره مكسر اول جوز، تلاقي نفسك لبست الجدي جدي قزم مش معدل تحويل زي الزفت، وتلاقيك مضروب فيه ب 10000 ب 11000 ب 9000 ب 8000 اسم على ده كتير بتجيلي اتصالات. للاسف الغش زياده عن اللزوم، واخد صي واخد صي زياده عن اللزوم. انا دلوقتي عندي عاوز اعمل سلاله، احسن سلاله، اما بدور على جدي مش لازم صنفه بور، مش لازم بور. انا ضد التهجين بالبور بسبب الغش اللي حصل. ليه؟ بسبب الغش. واذا لقيت سلاله نظيفه بتسمع فيها سعر فلكي، الجدي ب 20000 و 25000 و 30000 ويقول لك ده انا جايبه مستورد وبالورقه ب 60000. انا مش غاوي والله، ده غاوي اشترى كده، ده غاوي اشترى كده. لكن انا بالنسبه لي عاوز تشتري وزاره الزراعه دخلها 10 دخلها 5 تعمل قطيع ماعز تنتج منه سلالات محسنه رخيصه كمشروع قومي مش كمشروع فردي. انت لا تعدل القوميه بتاعت البلد، لا دوله تدخلها 20 30 طلوقه من الاسعار الغاليه ديت على 100 معزه 200 معزه برقي 300 معزه 400 معزه، المهم تدخل كميه على كميه من المعز، يعني من المعز العاديه بتاعتنا مش هقول له البلدي، معيز تقبل الحجم بتاع البور زي المعيز البرقي عندنا مش المعيز البلدي، البلدي حجمه صغير ما تنفعش غير بولا جراب المصري، البرقي ممتازه ومعدل تحويلها والله وصل عندي ل 6 كيلو في الشهر، جدي 3 شهور 90 يوم 20 كيلو على الميزان، 20 كيلو على الميزان. ورغم ما كنتش فتره الحمل عندي، ده انا جايبه مولود يعني ما اهتمتش بيه من قبل الولاده، يعني لو اهتميت بالولاده كان ان شاء الله فات المعدل التحويل ده، انا كنت جايبه مولود عمر اسبوع. المهم ففي سلالات عندنا بتجيب معدل التحويل اللي في البور وسعره بكام، المعزه كنت جايبها وراها الجدي بنها ب 2000 جنيه مش عارف 2200 حاجه زي كده 2100 2200 وراها الجدي بنها، انما انا عشان اروح اجيب جدي عمر 3 شهور اسمع فيه 6000 و7000 عمر 3 شهور بيتباع ب 5000 6000 ويقول لك تقليب وخصيصتين في كيس واحد واربع حلمات والقرون وابيض برقبه حمراء، يا اخي انا عاوزه اسود مش عاوزه ابيض برقبه حمراء، مش عاوزه باربع حلمات عاوزه بربع حلمه، بس عاوز جدي 7 شهور عاوز يعني المفروض ما يقلش عن 50 كيلو، ما يقلش طبعا 7 شهور 50 كيلو والله شبه ممكن تطلعها في البرقي، عشان بقول لك برضك عشان هي غيه اكتر من انها مشروع. ففوق اي واحد عاوز يخش على البور نصيحه اسمع الفيديو ده كويس، التهجين السلاله الغرض مش اللون، مش ابيض برقبه حمراء، مش خصيتين في كيس واحد، مش اربع حلمات، مش الكلام الفاضي ده كله، مش ابيض برقبه حمراء، انا عاوزه اسود، عاوزه ازرق، بس عاوز جدي معدل تحويله حلو. كان عندي جدي وان شاء الله هحط صورته على الفيديو ده، الجدي والله 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 كان لباني ما كسرش ولا سنه، كان 75 كيلو على الميزان لباني، كان جدي خليط قبرصه. طبعا قيس على البور بالمناسبه، قيس على خازوق البور، قيس عليه خازوق القبرصي وخازوق الحجازي. والمرة التانية بعيد، أنا ما بعيبش السلالة بحد ذاتها، ما بعيبش البور، ما بعيبش الحجازي، ما بعيبش القبرصي، بعيب الأسعار الفلكية في مصر. مش أسعار تأكل عيش بمعنى صح، مش أسعار تحسين سلالة، دي أسعار غواة، أنا مش غاوي. مش غاوي، كلامي مش للغواة برضك بعيده للمرة التانية. أنت غاوي والله اشتري جدي ب 100000 ب 200000 مفيش مشكلة. تغاوى معاك فلوس زياده، انا بتكلم على التجاري، واحد عاوز يجيب جدي ومعزتين ويولده ويبيع منه. انت خليك شغال في البرقي، البرقي معدل تحويله ممتاز، في سلاله برضك لما تروح اسمها مالطي، المعزه حلوه ب 2000 2000 ونص، معزه ما شاء الله نظيفه كويسه، توأميتها عاليه ومعدل تحويل ممتاز، والله كان في معزه مالطيه ابنها بيرضع وبز واحد كانت شطور.
ابنها لوحده كان فوق الخمسين كيلو، ابنها لوحده فوق الخمسين كيلو، كان هضبة وراها ولسه كان بيرضع، كان لسه عيل لسه صغير، ما كانش كان لسه لبان، وفات الخمسين كيلو ما كانش حد بيعرف يشيله. في معاكم ابن المعيز البري، في المعيز الشامي يمسك الحبل من النص، شامي ابو وام، ما تجيبش شامي وتجيب لي جدي بور كان فاضي ده كله، لا امسك الحبل من النص، جدي شامي، الاب شامي، والام شامي، كله شامي في شامي. معدل الشامي معدل تحويله حلو، وتواميته كويسه، ومعدل تحويله كويس، وسعره متوسط، سعره كويس، معزه كويسه النهارده، معزه الربعيه على وش الشهر يعني 10 شهور مثلا، ما المفروض ما بتزيدش عن 2000 جنيه، اي حد يقول لك اكتر من كده حرام. ربعيه على وش الشهر ما بتزيد حاليا، ما بتزيدش عن 2000 جنيه. زمان لما نزلت اول ما كانت لسه نازله المعزه الربعيه الشامي دي، كانت من حوالي 4 سنين او 5 سنين، كانت على وش الشهر 10 شهور ديت كانت ما لا تقل عن 2700 جنيه، وصلت 3000. شوف دلوقتي حاليا الناس صحصحت شويه من المعيز الشامي، طلع لنا المعيز البور والمعيز القبرصي والمعيز الحجازي. فخلي بالك واصحى قبل ما تندم، ناس كتيره بتجيني بتعمل المشروع وبتندم، وبتبيعه بتدخل المشروع ب 60 70 الف، ب 60 بتدخله معيز جدي وثلاث اربع معيز كلهم خلايط. واحد كان مدخل باكتر من 50 الف 60 الف، والله انا رحت اخذتهم بكم؟ رحت اخذتهم بحوالي 22 الف. كانت معيز شامي ومعاهم جدي خليط بور، وناس كتير شافته الجدي اللي كنت عارضه ده، الجدي انا كنت جايبه ب 4000 75 كيلو، كان جدي خليط بور 100 100. انا ما بتكلمش ان تجيب بالسعر الكويس فهو ما فيش مشكله، بدل ما نجيب جدي شامي والمعيز شامي نجيب المعيز شامي ونجيب جدي خليط بور كويس تقليبه كويس. اهم حاجه الصفه اللي انت عاوزها، انا عاوز معدل تحويل عالي، معنى كده عاوز جدي ما يكون لباني وزنه ما مش هعرف بقى هو فاضل قد ايه ويكسر، يعني نفرض ان هو خلاص هيبدا يكسر، ما يقلش عن 60 كيلو، ما يقلش كده عن 60 كيلو، لا يقل عن 60 كيلو، وفي نفس الوقت السعر ما هوش فلكي، معاك 6000 7000 8000 ده كحد اقصى، اكتر من كده 10000 وكده ستوب خلاص، مش هتاكل عيش بعد كده. تيجي الجدي بس لما يعطس عطسه تلاقي قلبك طلع من مكانه، الجدي تعب والجدي اتعمل والجدي تعب، لا خليك شغال في المضمون. فنصيحه اي حد داخل على موضوع المعز البور، تريص وشوف واسأل قبل ما تاخد الخزوة. فانا طبعا عارف الكلام ده مش هيعجب ناس كتير، بس معلش دي كلمة حق لازم الواحد يقولها، لان في ناس مش فاهمة ومش عارفة وماشية وعمالة تدور على المعز البور وخلاص، معجبت بالمعز البور، بتشوف السلالات الاصلية وكل واحد بيعمل بحر طحينة، وتلاقي ترويج مفيش بعد كده على مواقع الانترنت، بالاخص طبعا الفيس عندنا انتشر كميات ضخمة من الكذب والنفاق، كلام زاد زيادة عن اللزوم، زاد زيادة عن الحد. فينا طبعا لو عجب الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.